رح نحكي بهذا الفيديو عن تفاعلات الأكسدة والإرجاع اللي هي مهمة جداً وواسعة الانتشار بالطبيعة. التركيب الضوئي وعملية التنفس هي أهم الأمثلة اللي بتمر كتير بحياتنا، وهي بتعتمد بشكل أساسي على الأكسدة والإرجاع. طبعاً هي التفاعلات مترافقة دوماً، يعني بتصير سوا بنفس المعادلة. رح نحكي عن هي التفاعلات بناءً على عدة عوامل، وهي أولاً اكتساب أو خسارة أكسجين، ثانياً اكتساب أو خسارة هيدروجين، ثالثاً انتقال الإلكترونات، رابعاً تغير في رقم الأكسدة، ورح ندرسه